الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن البيرنجز أو كراسي التحميل بالعربي. البيرنجز دي بتستخدم في إن هي بتشيل الروتيتنج شافتس. لو في أي شافت بيعمل روتيشن لازم يبقى فيه كومبوننت معين هو اللي بيشيله، بحيث إن هو ميحصلوش من ميس ألايمنت ويفضل على استقامته وهو بيلف بالطريقة دي. فالكومبوننت دوت هو بيبقى البيرنج دوت، وبيبقى ليه أكتر مختلف على حسب كتر الشافت اللي هو عايز يشيله. وطبعا كل بيرنج لازم يبقى فيه لوبريكيشن سيستم، وده اللي هنتعرف عليه النهارده. في انواع كتير من البيرنجز. ده النوع اللي قدامنا دوت اللي هو بيركب عليه رمان بيلي، وده الجزء ده اللي الجزء الخاص باللوبريكيشن اللي هو التزييت. والاماكن ديت اللي هي في تحت ديت المفروض ان هي اماكن تثبيت البيرنج نفسه في القاعده اللي هيركب عليها. طبعا ده هيبقى الشافت اللي هو بيلف جوه البيرنج ده. التصميم اللي احنا هنشتغل عليه النهارده اللي هو الشكل اللي قدامنا ده كده، ده المفروض ان ده الجزء رقم واحد، ده البيرنج بيز، والجزء اللي فوق دوت اللي هو البيرنج كاب. والمفروض ان الجزئين دول اللي هم 3 و 4 دول اللي هم ايه، اللور والابر ستيب اللي هم بيركب جواهم الشافت. فلما الاقي هنا ان الان راديوس بتاع الستيب ديت ار 20، فمعنى كده ان الشافت اللي ممكن يركب جوه البيرنج دوت يبقى فاي 40. طبعا كل بيرنج بيبقى ليه قطر، ما ينفعش ان كل بيرنج يركب على اي شافت، لازم كل شافت ليه بيرنج القطر الخاص بيه. فبالتالي يبقى البيرنج دوت بيركب على شافت 40، فبالتالي هتلاقي هنا مكتوب تحت 140 ملم بيرنج، يبقى البيرنج دوت خاص بالشافت اللي قطره 40. لو انا عايز اكبر من كده بجيب المقاس بتاعه، لو عايز اقل من كده بجيب المقاس بتاعه. وهنلاقي هنا ان في هنا هول موجود هنا اهيت، اللي هي دي اللي هي الفاي 5 دي، ديت اللي خاصه بعمليه الايه، اللوبريكيشن. يبقى المفروض ان الفاي 5 دي هتلاقيها تركب على الجزئيه دي كده، فبالتالي هلاقي ان اللوبريكانت هينزل من هنا وينزل جوه الستيب ديت وينزل على الشافت وهو بيعمل روتيشن، فيزيت الايه، الشافت كله. وطبعا هنلاقي هنا في الهول اللي تحت ديت كده، الهول اللي تحت دي موجوده ليه؟ طبعا مش هنلاقيها مفتوحه الناحيه الثانيه ديت، عشان معموله، عشان هتلاقي هنا ان في البيز في برضو هول زيها بالظبط، المفروض ان دول بيركب فيهم البن ده، تمام، عشان ما يخليش الستيب ديت تلف مع الشافت. يعني لما الشافت يلف ديت تفضل ثابته زي ما هي، عشان ما يحصلش وير ما بينها وما بين الكابل اللي فوق ديت، وما بينها وما بين ايه، البيز دي. فبالتالي يبقى المفروض ان البيز ديت كده بيركب عليها البن، وهكذا نركب اللور ستيب دي اللي هنا بتبقى هنا، بعد كده نركب الشافت، وبعد كده نركب الابر ستيب، ونروح مركبين عليها الكاب ديت، ونبتدي نربط بالمسامير الايه، الاثنين دول كده. طبعا المفروض ان انا هنا هيركب مسمار معين. طب انا هعرفه منين؟ هلاقي هنا مكتوب، هو هنا مديني ايه، the drawing shows the details of a 40 mm bearing you are required to draw with all parts assembled a sectional elevation. يبقى هو مطلوب مني هنا ان انا اعمل sectional elevation لكل بارت ديت وهي معمولها assembly. طبعا دي البارتس هيت، اول حاجه البيرنج بيز، البيرنج كاب، لور ستيب، ابر ستيب، بعد كده البن اللي احنا قلنا عليه، بعد كده في فريم انا هرسمه عباره عن 240 في 50 في 50، 240 اللي هو الطول ده كله، في ارتفاع 50 في عرض 50، عشان يركب عليه الجزء ده، كأن انا هركب البيرنج دوت على قاعده تحتيه يعني. بعد كده هلاقي اوشر 38 في 17 في 3، ونط ام 12 وستاد ام 12 وبولت ام 16. يبقى معنى كده ان انا عندي نط وستاد ام 12، وطبعا احنا في الفيديو اللي فات عرفنا ايه الفرق بين الستاد والبولت العادي. بعد كده هلاقي بيقول لي هنا بقى ايه، عايز مني الخمس حاجات دول. اول حاجه ذا ستاد بولتس ام 12 فيكسنج ذا كاب وذا بيرنج بيز اتش لوجد ويز تو نوتس. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لي هنا ان الستاد بولت دوت هي اللي هو ام 12 هيثبت الكاب في ايه، في بيرنج بيز. يبقى انا هنا هلاقي ان الستاد دوت هو اللي هيثبت الكاب دوت في ايه، في البيرنج بيز ده. طب لو هو ما قاليش الجمله ديت، هلاقي هنا ان الستاد دوت مكتوب عليه ام 12، ولا هنا مكتوب هنا على البيز ديت ام 12 اهي. فمعنى كده ان الستاد ده فيه اتنين منه اهو، الكوانتيتي اتنين بيركبوا على الاتنين دول كده. بعد كده طالب مني ايه، ان اوري له برده اذا تاب بولت، اللي هو التاب بولت اللي موجود هنا ده اللي هو رقم 10،
fixing the bearing to a steel frame of 50 mم thickness. التاب بولت دوت الام 16 هثبت بيه البيرنج دوت كله بالبيس بتاعتي فين في الفريم اللي انا هرسمه تحت اللي هو كام 240 في 50 في 50. بعد كده طالب مني show cross section of the shaft on your drawing. يعني هو عايزني لما اخلص الاسمبلي كل ده ارسم الشافت جوه الستيب دي كده. طبعا هرسم له دايره وهشرها. بعد كده the steps locating pin phi 5 في 12 ملم لينس. هو عايزني احط له المين دايمنشن اند بوزيشن نمبر. فعايزني احط له دلوقتي طبعا اللوكيتنج بين دوت لازم اوري له هو يتحط فين. طبعا احنا عرفنا يتحط فين في الايه في البيز مع اللور ستيب. طبعا عايزني احط له المين دايمنشن والبوزيشن نمبرز. بيقول لي ارسم drawing scale 1 to 1 واسيوم any missing dimension. يعني لو في اي dimension مش موجود المفروض ان اعمل له اسيوم مفيش اي مشكله يعني. عايزين نبتدي في الاجزاء ديت نرسم كل جزء على حده. هو هنا عايز مني section elevation فبالتالي انا هرسم كل جزء elevation فقط وهرسمه section. فانا هبتدي بالبيز ديت كده. هو ايه اللي هنا العرض الكلي بتاعها كام 240. فانا هجيب الاول امر لاين وهمشي كده اكتب 240 انتر. بعد كده هطلع المسافه دي قد ايه. المسافه دي المفروض ان هي 20 همشي كده 20 انتر. بعد كده همشي المسافه دي. المسافه دي كام؟ هو هنا قال لي المسافه دي 240 والمسافه دي 120 يبقى الفرق بينهم 120 يبقى المسافة دي 60 واللي زيها الناحية التانية 60. يبقى انا اروح جاي راسم كده 60 انتر وهطلع المسافة دي قد ايه. هو ايه اللي دي 20 ودي 50 يبقى المسافة دي 30. يبقى انا هطلع كده 30 انتر وهمشي كده 120 انتر وهنزل كده 30 انتر واتحرك كده لحد هنا كده اهو وهقفل الشكل بالطريقه دي من هنا كده. طبعا انا راح جاي عامل سنتر لاين من هنا كده اهو وهحول سنتر لاين وهرسم سيركل من هنا كده قد ايه. هو هنا ديت ار 26 فهرسمه ار 26 اهي انت. طبعا هروح اعمل بقى تريم من الاجزاء الباقيه دي. هعمل تريم لك يمين الحتة دي الحتة دي والحتة دي. بعد كده عايز بقى اعمل الجزئية دي. الجزئية دي المفروض ان ايه المسافة دي 180 فهعمل ايه. هجيب امر لاين وهمشي من هنا كده 90 انتر وهعمل خط كده وهكمله من هنا كده الناحية التانية اهو وهخليه سنتر لاين. بعد كده عايز اعمل الجزئية دي بقى. الجزئية دي عبارة عن ايه. هو هنا ايه اللي ان ديت كده ار 15 والزاوية الناحية التانية ار 15 برضو يبقى 30 والمسافة دي كام 10 يبقى 40. يبقى المسافة دي كده 20 والمسافة دي 20. يبقى انا هجيب امر لاين وهاجي من هنا كده امشي 20 انتر وهطلع. هطلع دي قد ايه 3 مللي اهو. يبقى هطلع كده 3 انتر وهمشي كده 40 انتر وهقفل من هنا كده اهو بالطريقه دي. طبعا انا عايز اعمل الكلام ده الناحيه التانيه فهقول ميرور لكل ده كده انتر من هنا لهنا. يبقى انا كده عملت ايه ميرور للجزء ده الناحيه دي. بعد كده عايز اعمل بقى الخط ده كده اهو. الخطين دول على كام؟ المفروض ان هو بيقول لي هنا ديت ار 9 وار 9 الناحيه الثانيه يبقى 18 و10 يبقى 28. يبقى انا هجيب امر لاين وهمشي من هنا كده 14 انتر وهعمل الخط ده وهعمل امر لاين ثاني وامشي كده 14 انتر وهعمل الخط ده وهعمل تريم للحته دي الحته دي الحته دي والحته دي. ليه؟ عشان المفروض الحته دي كده تتهشر. نفس الكلام على الناحيه الثانيه. هاخد دول بقى كده ميرور
حوالين المسافة دي اهي انتر، وبرضه هعمل تريم للحتة دي كده زي ما عملت هناك برضه اهو. بعد كده بقى عايز اعمل الجزئية اللي تحت دي اللي هي كام عرضها 110، 110 على 2 يبقى كام 55، يبقى اجيب امر لاين وهمشي من هنا 55 انتر، وهطلع مسافة قد ايه؟ هو هنا مش قايل لي الارتفاع ده قد ايه، فانا هعمل له اسيوم، هقول له مثلا المسافة دي 3 يبقى انا هخلي دي 3 زيها، ممكن اخليها 4 مفيش اي مشكلة. فهروح جاي اخلي دي 3 كده 3 انتر، وهمشي كده 110 انتر، وهنزل كده خط الطريقة دي كده. وبعد كده اروح عامل تريم لك يمين للحتة دي والحتة دي. بعد كده بقى عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل الاجزاء دي كده. طبعا انا في عندي هنا خط اللي هو ده والخط اللي هو ده بتاع الجزئين دول اللي هم اللي بارزين لبره، فانا لما اعمل الهاتش هلاقي ان الخطين دول هيتشالوا، فمش هرسمهم خلاص من دلوقتي. بس انا عايز اعمل دلوقتي الفيلتس اللي هي الصغيره دي كده اللي هي ار 3 وفي ار 5 هنا. فانا هعمل ايه؟ اجيب امر فيلت واجيب تريم انتر وهخليها تريم عشان اتاكد ان هو بيمسح الاجزاء الزياده، واجيب ار وانتر 3 انتر، وهجيبها مالتي علشان انا هعمل كذا واحد، هعمل ده مع ده وهعمل دول برضو وهعمل دول ودول نفس الكلام ودول وهنا علشان تاني كده. انا عملت الحته دي والحته دي ودي الاتنين دول ودي، وطبعا عايز اعمل دي برضو بس دي كده 5 ودي كده 5. يبقى انا كده هخرج من الامر ده واجيب امر فيل التاني ار انتر 5 انتر، وهدوس له بارت مالتي علشان ايه؟ اعمل كل الاجزاء مع بعض. وهعمل بقى الحتة دي اللي زي الناحية التانية اهو، وهعمل دي برضو ودي ودي، ويبقى انا كده خلصت الاجزاء ديت كلها كده من هنا ومن هنا وهنا نفس الكلام. عايز بقى اعمل الجزئية دي كده. المفروض ان الجزئية دي عبارة عن ايه؟ هو بيقول لي ان دي ارتفاعها 9، طب قطرها كام؟ قطرها 5. وفي حتة برضو تحني هنا تحت اهي، يعني لو بصيت هنا كده هلاقي ان هو بيقول لي ايه؟ ان الجزئية دي ارتفاعها 9 وفاي 5، والجزئية دي اللي هي فاي 2 بقت ايه الشكل. فانا هجيب امر لاين وهمشي من هنا كده 2.5 انتر، وهعمل خط طوله 9 انتر، وهمشي كده الناحية التانية 5 انتر، واروح عامل خط لحد هنا كده اهو. طبعا المفروض برضه ان انا هوصل ده لحد هنا بالطريقة دي اهو. بعد كده هجيب امر لاين برضه وهمشي من هنا 1 ملي انتر، وهطلع لحد هنا كده وهعمل برضو 1 ملي من هنا انتر، وهطلع برضو من هنا كده. بس هو هنا لو تلاحظ ان انت في هنا جزء مايل بزاوية 30 بالطريقة دي اللي هو مكان ايه التويست دي اللي انا عملت بيها الهول دي. فهجيب امر لاين واتأكد ان في الاوفر تراكنج انا شغال 30، وبعد كده هروح عامل خط كده اهو بزاوية 30 الناحية دي، واجيب خط هنا زود هذه الناحية دي برضو اهو، وراسل الاتنين دول بعد كده. وبعد كده اعمل تريم للحتة دي والحتة دي، وبعد كده عملت الهول اللي هي فاي 5، وعملت الهول اللي هي فاي 2 بالطريقة دي كده. كده انا خلصت الاجنبي اللي موجودة هنا كده وخلصت الهول اللي موجودة دي. انا دلوقتي عايز اعمل التو ثريدد هولز دول. هعملهم ازاي؟ هاجي هنا اقول المسافة دي كده 95، يبقى المسافة دي كده 47.5. يبقى انا هاجي هنا يا اما امشي من هنا 47.5، يا اما امشي من الناحية التانية اللي هي المفروض دي كده 60، يبقى الحتة ديت كام؟ 12.5. يبقى انا همشي من هنا كده 12.5 اهو، وهعمل خط بالطريقة دي كده اهو. طبعا هطوله شوية بالطريقة دي، وهحوله سنتر لاين، وهعمل له ميرور انتر حوالين الخط ده كده بالطريقة دي، ودوس انتر. بعد كده هو هنا قايل لي ان المسافة ديت كام؟ 21، والقطر بتاع ال M 12 كام؟ المفروض ان هو 12 عادي.
هعمل ايه؟ هجيب امر لاين وهمشي من هنا كده 6 انتر، وهنزل 21 انتر، وهعمل كده 12 انتر، وهمشي كده اطلع لحد هنا كده. طبعا المفروض بعد كده اعمل ايه؟ اعمل الحتة اللي جوه. طب القطر الداخلي ده كام؟ زي ما قلنا في الفيديو اللي فات المفروض ان هو هيبقى الدي سمول اللي هي القطر الداخلي يبقى 85% من الدي كابيتال اللي هي الـ 12. يبقى انا هاجي هنا كده اجيب الكود كالكوليتور وهقول 12 في 85% تساوي كام؟ 10.2 على الاتنين عشان اجيب النص، يبقى 5.1. يبقى انا هجيب امر لاين وهمشي من هنا كده 5.1 انتر، وهنزل. هنزل بقى مسافة قد ايه؟ زي ما قلنا برضه في الفيديو اللي فات المفروض ان المسافة دي اللي هي بقت الهول اللي مش معمول لها ثريد تبقى ربع الدي. طب الربع دي الدي كام؟ اللي هي الام، الام ب 12، يبقى ربعها 3، يبقى 3 و21 يبقى 24. يبقى هنزل كده 24 انتر، وهمشي كده 10.2 انتر، وهطلع كده لحد هنا. وطبعا هروح قافل الناحيتين دول كده بالطريقه دي كده، وبقى كده خلصت الجزئيه دي. وهي المفروض ان انا برضو هعمل زي ما قلت المره اللي فاتت ان الاتنين دول هيبقوا سيك لاين سين لاين بالطريقه دي كده زي ما احنا شايفين. بعد كده هروح واخد كل ده كده كوبي وودي الناحيه التانية بالطريقه دي كده اهو زي ما احنا شايفين هنا كده. ليه؟ علشان الاتنين دول زي بعض بالظبط. وبقى كده خلصت الثريدد هولز بتاعت الام 12 اللي هو ايه الستاد. وكده يبقى ايه المفروض ان انا بس ناقص الجزء ده هيتهشر، بس انا هسيبه للاخر بعد ما اخلص ايه الاجزاء كلها. نيجي بقى نرسم الايه الكاب ده اللي هو رقم 2، عايزين نرسم الاليفيجن بتاعه. فانا برضو اول حاجه هعملها هعمل الايه السيركل اللي هي فاي 26 دي. بس انا اخد بالي من هنا من حاجه، ان السنتر بتاع الدوائر دي، الدوائر دي او الدايره دي او الدايره دي كلهم اقل من الخط ده ب 3 مللي. يبقى انا اخد بالي وانا برسم الدوائر دي وانا بعمل الخطوط دي كده اكون مخليها اعلى من السنتر بتاع الدايره كام؟ 3 مللي من هنا كده. فلما اجي ابص لما اجي اقطع من هنا كده هلاقي ان الهولز دي ظهرت معايا، وهلاقي ان الهول دي ظهرت معايا اللي هو الداش لاين ده، انما ديت كده الخط اللي هو الكبير ده ما ظهرش. ليه؟ عشان لما قطعت من هنا اختفى الجزء ده، اختفى والجزء اللي وراه مش ظاهر، بالتالي يبقى اللي هو الار 32 دوت مش هيترسم. وهلاقي ان الهولز ديت كده اللي هي الداش لاينز ديت هتظهر معايا، هتبقى سوليد لاين. وطبعا الداش لاين ده برضو هيظهر معايا يبقى سوليد لاين. والحته ديت من اللي هي السيركل الار 40 مش هتظهر برضو. يبقى انا اول حاجه هرسم كده الار 26، يبقى هجيب كده امر سيركل وهطلع من هنا كده 26 انتر، وهعمل سنتر لاين من هنا كده اهو، وهعمل سنتر لاين، وهعمل سنتر لاين برضو من هنا بالطريقة دي كده اهو. بعد كده هعمل تريم للحتة الصغيرة دي. بعد كده عايز بقى اعمل الجزئية دي. الجزئية دي عرضها قد ايه؟ عرضها 120. يبقى انا همشي من هنا كده 60 وهطلع 3 وهبتدي اعمل الخط ده كده. فهجيب امر لاين وهمشي من هنا كده 60 انتر، وهطلع 3 انتر، وهعمل الخط ده لحد هنا كده بالطريقة دي اهو. بعد كده هخرج من الأمر وهمسح بقى وهعمل تريم للحتة دي وهمسح الخط ده كده. بعد كده هعمل بقى اللي هي الآر 40 دي. فهجيب أمر سيركل وهعمل دايرة آر 40 انتر، وبرضه هعمل تريم للحتة اللي تحت دي، وهكمل بقى من هنا كده. المفروض ان انا عندي المسافه ديت كام؟ 15، وهعمل خط كده لحد ما يقطعها من هنا يبقى امر لاين، واطلع من هنا
15 انتر، وهعمل خط ده من هنا كده، وهعمل تريم الحتة دي والحتة دي. طبعا المفروض ان انا الجزئية دي كده هعمل لها ميرور حوالين النقطة دي كده اهي، انتر، وبرضه هعمل تريم الحتة دي والحتة دي والحتة دي. يبقى كده خلصت الجزئية دي من هنا كده ومن هنا اهي، مفيش اي مشكلة. طب انا عايز اعمل بقى الحتة دي كده اللي هو الداش لاين ده. طب الداش لاين ده المفروض ان هو مسافة قد ايه؟ المفروض ان هو يقل ان المسافة دي كده، الجزء اللي داخل جوه ده ار 15، يبقى المسافة من اول هنا لحد هنا 15 مللي. يبقى انا من الاول محتاج ارسم السنتر لاينز ديت وارسم الهولز دي. بعمل ايه؟ هجيب امر لاين وهاجي من عند السنتر لاين ده كده، واطلع اعمل سنتر لاين بالطريقه دي كده اهو، واروح جايب برضو امر لاين الهول ديت في 14، يبقى المسافه دي 7 ودي 7. فهاجي اعمل الخط ده من هنا كده وهمشي كده 7 انتر، وهمشي من هنا كده لحد هنا، وهعمل امر لاين برضو من هنا كده يبعد 14 انتر، وهنزل هنا كده اهو، وهحول ده لسنتر لاين. وهروح واخد التلاتة دول كده مع بعض واعمل لهم ميرور الناحية التانية اهو، انتر بالطريقة دي كده. بعد كده عايز بقى اعمل المسافة دي. احنا زي ما قلنا هنا ان المسافة دي كده ار 15، يبقى الحتة ديت كام؟ 15 مللي. يبقى انا همشي من هنا كده، هجيب امر لاين وهاجي من عند السنتر لاين ده امشي كده 15 انتر، وهطلع الحتة دي كده اهي. طبعا انا من الحتة ديت كده مش عايزها، فاعمل لها تريم من هنا وهنا بالطريقة دي، وهروح برضو عامل ميرور للحتة ديت كده اهي، ميرور حوالين الخط من هنا كده اهو، انتر. يبقى انا كده خلصت برضو الجزئية دي كده اهي. يبقى انا عملت الحتة دي والحتة دي، ناقص بس ان انا اعمل ايه؟ اعمل الحتة اللي فوق دي. طب هو هنا بيقول لي ان المسافة ديت كام؟ 45 مللي. يبقى انا هاجي من هنا كده اجيب امر لاين، وهطلع من عند المسافة دي كده 45، وهعمل امر لاين كده بالطريقة دي اهو. بعد كده هو بيقول لي ان المسافة دي كده كام؟ فاي 20، والمسافة الكبيرة ديت فاي 25. يبقى المفروض اجيب المسافة دي كده عند 25 من هنا كده، واطلع بيها بزاوية ميل عند 20 دي. يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب امر لاين وامشي من هنا كده 12.5 انتر، وهنزل من هنا كده، وبعد كده هروح جايب امر لاين وهمشي من هنا كده 10 انتر، واروح موصل ديب دي بالطريقه دي كده اهي. يبقى انا كده مش عايز خلاص الحته دي، ديليت. وبعد كده اروح اعمل لها ميرور اهي، انتر حوالين الخط ده اهو بالطريقه دي كده اهو. وبعد كده هعمل تريم بقى للحته الزياده اللي هي دي والحته دي، مش عايزهم بالطريقه دي كده. بعد كده بقى عايز اعمل الخط اللي جوه ده اللي هو كام؟ القطر بتاعه فاي 15. يبقى انا دلوقتي هجيب امر لاين وهمشي كده 7.5 انتر، وهنزل كده مسافة قد ايه؟ المسافة دي المفروض ان هي 15، يبقى هنزل كده 15 انتر، وهمشي كده 15 انتر، وهطلع لحد هنا كده اهو. بعد كده المفروض ان انا دول متوصلين ببعض بالطريقة دي كده عندي قطر 5. فانا هاجي برضو هعمل امر لاين، وهاجي من هنا هقيس 2.5 مللي، وهطلع كده اي مسافة ممكن حتى لحد التقاطع ده. وبعد كده هجيب امر لاين وهطلع من هنا برضو 2.5 انتر، وهطلع من هنا كده لحد هنا. طبعا المفروض ان انا هوصل دي الطريقة دي كده، وهوصل دي بالطريقة دي كده اهي، وبرضه اروح جاي عامل الخط ده بميل بزاوية 30 كده من هنا، واروح عامل الخط ده بميل بزاوية 30 من هنا كده، واروح موصل الخط ده هنا كده، واعمل تريم
للحتة دي. طبعا زي ما قلنا همسح ايه الحتة دي كده، هعمل لها تريم الحتة دي ودي 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 كده. انا خلصت البيرنج كاب، ناقص بس ان انا اعمل ايه، اعمل الفيلتس اللي موجودة هنا ديت، وانا هعملها برضو مادام هو مش قايل لي عليها، فانا هعملها برضو R5 زي اللي موجودة فين تحت هنا كده في الكورنرز دي. فانا هجيب فيلت وهكتب R انتر 5 انتر، وهعمل فيلت في المنطقة دي هنا كده اهي، انتر تاني، وهعمل فيلت هنا كده اهو بالطريقة دي. يبقى انا كده خلصت برضو ايه الكاب، وهسيبه دلوقتي مش ههشر الاجزاء دي غير لما اخلص تجميع، علشان ايه اعرف ايه اللي هيتهشر عكس ايه وهكذا. بعد كده المفروض ان انا عايز اعمل الابر ستيب واللور ستيب دول. طبعا انا لما اجي اعمل هاتش من هنا كده، فبالتالي هلاقي هنا ايه ان الهول ديت ظهرت معايا، والهول اللي تحت برضه زي ديت ظهرت معايا، وهلاقي هنا انا عندي هنا خطين داش بالطريقه دي. طب الخطين الداش دول بتوع ايه؟ الخطين الداش دول هلاقي ان في الخط الداش اللي هو بتاع الفاي 52 بالطريقه دي كده، والخط الداش الصغير اللي بعديه اللي هي ايه الاندر كات اللي هو الصغير ده والصغير ده اللي هو هنا ده. فلما اقطع من هنا هلاقي ظهر معايا الفاي الصغيره اللي جوه اللي هي 40، وظهرت الفاي الكبيره اللي هي ال 52 بالطريقه دي، وظهرت الفاي اللي هي كام ال 64 دي بالطريقه دي كده. فانا هعمل ثلاث دوائر جوه بعض اللي هي فاي 40 وفاي 52 وفاي 64، وهعمل بقى ايه الهولز ديت جواها، والهول دي برضو جواها هنا كده. فهاجي هنا كده هجيب سيركل، وهعمل فاي 40 اللي هي ار 20 يعني، وهعمل سيركل تانية من هنا كده، وفي النهاية كام فاي 52 يعني 26، وهعمل كده دي 26، وهعمل سيركل تالتة هنا كده كام، المفروض ان دي برضو فاي 64 يبقى 32، يبقى هعمل كده 32 انتر. طبعا هعمل من هنا كده سنتر لاين بالطريقة دي، وهحوله سنتر لاين كده اهو، وهعمل برضو سنتر لاين من هنا كده بالطريقة دي اهو، وهحوله برضو لايه سنتر لاين. طبعا المفروض ان انا هفرقهم عن بعض كده، بس انا لما اجي اعمل اسيمبلي المفروض ان هم هيتجمعوا على بعض تاني بالطريقه ديت ويبقوا بارت واحد، فانا مش محتاج ان انا اعملهم عكس بعض دلوقتي. انا ممكن بس هعشر النص ده عكس النص ده وخلاص. هعمل بقى الهولز اللي هي موجوده هنا، هعمل هول هنا كده اللي هي فاي كام، فاي 5، يبقى اجيب امر لاين وهاجي من هنا كده واكتب 2.5 انتر، وهطلع لحد هنا كده واعمل تريم الحته الصغيره دي، وهعمل لها ميرور الناحيه التانيه حوالين الخط ده كده اهو بالطريقه دي انتر. نفس الكلام عايز بقى اعمل تحت هنا، هعمله فين؟ هعمل من هنا كده كام 4 مللي. يبقى انا هطلع من هنا هجيب امر لاين، وهمشي من هنا كده 2.5 انتر، وهطلع كده 4 انتر، وهطلع وهمشي كده 5، وانزل كده لحد هنا اهو، وبعد كده اعمل تريم للحته الصغيره اللي هنا دي اهي. وبقى انا كده ايه عملت الجزئين مع بعض مره واحده بالطريقه دي كده. كده انا خلصت ايه، خلصت البيرنج بيز والبيرنج كاب واللور ستيب والابر ستيب. فانا دلوقتي هعمل ايه البن ده، البن دوت هو هنا بيقول لي ان هو ارتفاعه 12 وقطره 5، فانا هعمل ريكتانجل كام 5.12 انتر اهو. بعد كده هو بيقول لي ان هنا في شامفر هنا في الاثنين شامفر واحد في 45 درجه، فانا هجيب امر شانفر اهو، الديستنس بتاعته 1 مللي، 1 انتر، 1 انتر،
وطبعا عايز اخلي التريم يبقى تريم عادي اهو، وهعمل كده اهو من الناحية التانية نفس الكلام تحت، وهنا برضو اهو بالطريقة دي كده، وهوصل الخطوط دي ببعضها كده، وهوصل برضو هنا كده اهو بالطريقة دي كده. يبقى كده برضو خلصت البن بالطريقة دي، مش فاضل بس غير ان انا ايه اركبه. بعد كده هعمل الوشر اللي هو كتبها لي دي، اللي هي كام 38 في 17 في 3. لو هو مش راسم لي الوشر بالطريقه دي كده ومديني بس اللي هي 38 في 17 في 3 ديت، انا اقدر اعرف من هنا ابعادها، اللي هي 38 ده اللي هو القطر الخارجي، وال17 اللي هو القطر الداخلي، وال3 اللي هو السمك. يبقى هو لو مش راسم لي الوشر بالطريقه دي كده اللي هو جزء رقم 7 ده، انا اقدر اعرف من الابعاد اللي هو مديها هنا ديت الايه ال 38 دي اللي هو القطر الخارجي بتاعها، وال17 القطر الداخلي، والتلاتة اللي هي ايه السمك بتاعها. فانا هروح جاي اجيب امر ريكتانجل وهرسم هنا كده 38.3 انتر، وهروح من السنتر ده همشي 17/2 اللي هي 8.5، وهنزل خط كده وهروح جاي امر لاين الناحية التانية وهمشي كده برضو 8.5 انتر، وهمشي كده خط الناحية التانية. وبعد كده خلصت الوشر، وبعد كده رسمت البيرنج بيز والبيرنج كاب والابر واللور ستيب والوشر والبن، وكده فاضل لي الفريم والنات والستاد والبولت. وبعد كده خلصت الاجزاء الرئيسية اللي موجودة في البيرنج، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنرسم الاجزاء الباقيه ديت، وهنعمل اسيمبلي الاجزاء دي كلها مع بعض. وبكده نكون خلصنا الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.